السلام عليكم قناة شوف تي في المباشر من أمام سرية الدرك الملكي ببرشيد. عناصر الدرك الملكي ببرشيد بالمركز الترابي وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالدروة بقيادة قائد سرية، يعني بعد واحد المطاردة هوليودية ليلة أمس تمكنوا من محاصرة واحد جوج الأشخاص على متن سيارة هوندا، يشتبه في نشاطهما في ما يسمى بالفراقشية أو العصابة المتخصصة في سرقة الأغنام، يعني في سرقة الأغنام وفي سرقة الأبقار، وهذه الظاهرة اللي ولات كتنشط مؤخرا كانت الحزم واليقظة ديال العناصر ديال الدرك الملكي بسرية برشيد بكل من المركز الترابي لبرشيد والمركز الترابي للدروة. بعد الفرار ديال هاد العناصر من قبل درك أولاد عبو تم المحاصرة ديالهم تم محاصرتهم بمنطقة الدروة، بعد واحد المطاردة هوليودية واللي تم إلحاق واحد الخسائر في سيارة خاصة تعود لقائد سرية اللي قام بالمحاصرة ديالهم وقام بالإيقاف ديالهم، وتم يعني تسليمهم العناصر ديال المركز الترابي للدروة. هاد العصابة اللي كتنشط في ما يسمى بالفراقشية عصابة متخصصة في سرقة الأبقار، عصابة متخصصة في سرقة الأغنام، وكانت اليقظة ديال العناصر ديال الدرك الملكي ببرشيد والعناصر ديال الدرك الملكي بالدروة بقيادة قائد سرية واللي أشرف شخصيا على المطاردة ديالهم. وهذه العملية يعني تم إلحاق واحد الخسائر بالسيارة الخاصة القائد السرية، قائد سرية برشيد. تم إيقاف المعنيين بالأمر وبعد تفتيش وقائي لهذا السيارة الهوندا المستعملة في هذا النشاط الإجرامي تم العثور على آليات كوردات مجموعة من المسائل اللي تستعمل في هذا العملية ديال سرقة الأغنام وسرقة الأبقار أو ما يسمى بالفراقشية. هذه الفراقشية اللي هم واحد العصابة متخصصة في سرقة الأغنام وفي سرقة الأبقار، يعني بتعليمات من قائد سرية. وكيف ما ذكرنا أنه هاد شخصين يعني فروا من درك أولاد عبو بعد الإخبارية تم تواجد ديالهم على مستوى منطقة الدروة، تم المحاصرة ديالهم من قبل قائد السرية شخصيا واللي تم إلحاق واحد الخسائر، تم إلحاق واحد الخسائر بالسيارة الخاصة ديال القائد السرية. هذه المجهودات اللي تقوم بها العناصر ديال الدرك الملكي ديال سرية برشيد تحت قيادة قائد السرية اللي مكنات من إيقاف العديد من العصابات المتخصصة في هذه السرقة ديال الأغنام والسرقة ديال الأبقار أو ما يصطلع عليهم بالفراقشية. الآن هاد العنصرين الخطيرين كيتواجدوا تحت الحراسة النظرية إلى حين عرضهم على أنظار السيد الوكيل العام لدى استئنافية ستات للنظر في المنسوب إليهم. المجهودات اللي كتقوم بها العناصر ديال الدرك الملكي بسرية برشيد بجميع المراكز الترابية، لا المركز ديال الدروة، لا المركز ديال ولاد عبو، لا المركز الترابي ديال برشيد، لا المركز ديال الدرك الملكي ديال القارة، اللي كيحاولوا انهم كيقوموا بواحد الحملات تمشيطية لمحاصرة هاد العصابات الفراقشية والمتخصصة في عملية سرقة
الأبقار وسرقة الأغنام. كان هذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر تفاصيل هاد الواقعة ديال الإيقاف هاد الشخصين اللي من العصابة ديال الفراقشية واللي تم الإيقاف ديالهم بعد واحد مطاردة هوليوودية من قبل العناصر ديال المركز الترابي للدروة والعناصر ديال المركز الترابي للدروة بقيادة قائد سرية، واللي كيف ما تكلمنا أنه يعني هذه المطاردة ألحقت واحد خسائر بالسيارة ديال الشخصية القائد السرية. هذه العملية التطهيرية اللي كتقوم بها العناصر ديال الدرك الملكي بسرية برشيد في سبيل محاربة الجريمة بشتى أنواعها. وكيف ما كتعرفوا هذا المشكل ديال العصابات ديال الفراقشية، هذا المشكل ديال العصابات ديال الفراقشية اللي مع توالي سرقات ديال الأغنام والأبقار لبعض الفلاحين يعني ولا كيحدث واحد كيشكل لهم واحد الهاجس يعني لدى هاد الفلاحين وهادشي اللي خلى العناصر ديال الدرك الملكي بسرية برشيد وجميع المراكز الترابية العاملة تحت سرية برشيد من القيام بحملات تمشيطية، وهاد الحملات التمشيطية مكنت وهاد اليقظة مكنت من إيقاف هاد العنصرين الخطيرين فراقشية أو سارقي الأغنام والأبقار. تم الإيقاف ديالهم الآن كيتم التحقيق معهم للنظر وغادي يتم التقديم ديالهم على أنظار السيد وكيل العام لدى استئنافية سطات للنظر في المنسوب إليهم. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء بث مباشر آخر مع تفاصيل جديدة.